مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج مغربي في الغربة. هنا رحلتنا ما زال مستمرة، وبالضبط من عاصمة الجمهورية الإيرلندية مغربي في الغربة من دبلن. ينتمي سكان إيرلندا إلى قومية الإيريش، أما اللغة الرسمية للبلاد فهي اللغة الإيرلندية واللغة الإنجليزية. وسجلت إيرلندا في السنوات الأخيرة نموا كبيرا في عدة صناعات مثل الأعمال المالية والمحاسبة. إذا مشاهدينا ابقوا معنا نكتشفوا هذه الدولة مع مغربي في الغربة. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير مراد، مرحبا بك. ادم الابن ديالي، الوليد ديالي. هذا معك انس من مدينه طنجه من المغرب، عايش ومستقر في ايرلندا في مدينه دبلن. كتواجدوا الان في فينيكس بارك، منتزه فينيكس بارك اللي كيتوجد داخل مدينه دبلن، اللي كيتعتبر من اكبر منتزهات في المدن في اوروبا كامله. أكبر منتزه أوربان بارك، أكبر واحد اللي كاين في أوروبا كاملة. المساحة ديالو كبيرة بزاف، تقريبا شي 700 هكتار. وفي وسط هذا البارك هذا كيتواجد كما كتشوفوا هنايا، هذا هو المقر الرئيسي ديال الرئيس ديال إيرلندا، وكينتاج كيتوجد فيه لتحت حديقة الحيوان. ساكن الرئيس ولا أي رئيس كيجي؟ هذا أي رئيس كيجي إيرلندا، هذا هو المقر ديالو. المقر ديالو وحنا واحد المكان اللي كيتوجد قريب بزاف للقصر. وهذا المكان هذا كيعرفوا الصراحه الايرلنديين اللي كيجيو هنايا، اللي قرابين كيسكنوا هنايا، كيجيو باش بعض الاحيان الرئيس مي كيكون هنايا كيكون كيدور الكلب ديالو، ولا كيكون عادي كيخرج كيسلم كيلتقي بالناس هنايا، وما اصلا مخصصين لهم هذا المكان هنايا، كيجيو كيسلموا عليه، يهضروا معاه، كيشيروا له من هنايا، عاوتاني كيمشيو. داك الشيء عادي. يعني كاين الرئيس من داخل؟ ما عارفينش، يمكن يكون من داخل. داك الشيء ما نقدروش نعرفوا، ممكن يكون من داخل، لان بعض القصور ولا المقرات الرئاسيه ملي كيكون العالم مثلا بريطانيا، ملي كيكون العالم الفوق يعني كيكون الرئيس لداخل. واش هذا المكان الدخل مدخل الرئيس؟ لان ما كنشوفش لا، هذا ماشي مدخل اخر. كاين المدخل الرئيسي، ولكن مع ذلك ما كاين لا حراسه لا والو، كاين باب وصافي، باب عادي. والمقر ديالو كيتوجد هنا في مكان عام، في وسط منتزه، في وسط مركز المدينه سونتر فيل. وحاليا انا كنشتغل في مجال المحاسبه في واحد الشركه ديال الاتصالات. داكشي المجال في المغرب ولا تجيت؟ لا، قريت انا في المغرب تاتشي ديال المحاسبه ليكونومي جيستيون، ولكن ملي جيت هنايا زدت قريت ومازال كنقرا. مازال الدبلومات فاش جيت من المغرب هنا تفاليدا ولا لا؟ الاجازه تفاليدا، تعرفوا بها بانها اجازه، يعني اجازه ديال المغرب، و يعني اعترفوني عطوني ليكيفالون ديالها. الايام الاولى صراحه اي واحد الايام الاولى ضروري كتكون مختلفه، وكتكون شويه صعيبه من ناحيه بانك تكون كتعيش في واحد الجو ديال العائله والوالدين قدامك وكل شيء حداك، كتجي كتبعد كتشوف راسك بوحدك، وشويه اللغه عاوتاني. واخا قريت الانجليزيه في السنتر ميريكان في طنجه، ولكن صراحه اللغه ديال اللكنه ديال ايرلندا مختلفه تماما على اللغه، وكيضرب واحد الوتيره سريعه بزاف، لان خص تكون اللي ما كنتيش زعما متمكن من اللغه الانجليزيه، خصك تكون متمكن وعارف كيفاش كيتحدثوا باش يلا تستوعب شنو كيقولوا. وقول هذه هي الصعوبه الوحيده اللي لقيتي مثلا على اللغه؟ صراحه شويه اللغه، وملي جيت ما ضيعتش الوقت، بقيت جالس دخلت تتعلم، زيت كملت قريت اللغه شويه، وقريت الثقافه الايرلنديه، يعني اللغه مع الثقافه، باش نعرف الشعب هذا كيفاش كيعيش، كيفاش كيتحدث، شنو الاشياء اللي كتعجبو. ملي ساليت هذاك الكورس سبحان الله، النهار الاخراني ديال الامتحان ديال ذاك الكورس جاتني فرصه العمل. وكان عندي اختيار، يا اما ندوز الامتحان، يا اما نمشي ندوز الانترفيو ديال الخدمه. وفضلت انني نمشي ندوز الانترفيو ديال الخدمه، وتقبلت. السكن هنا ارتفع بواحد النسبه عاليه بزاف السنتين الاخيرتين. صراحه ارتفع بواحد، يعني من اغلى سكن تقريبا، اغلى من لندن ونيويورك بالنسبه لي. يعني ابارتمنت مثلا، ابارتمنت وان باد ابارتمنت تقريبا 1200 اورو، يعني
بيت نعاس وكوزينه وصالون 1200 1300 الديور كيوصلوا 2000 2500 يعني القدره ديال الناس اللي خدامين ما يقدروش يستحملوا. هذا هو المشكل اللي كاين في هذه الساعه. المشكل الوحيد اللي كبير صراحه هو مشكل السكن. اما الخدمه موجوده كل شيء مشكل العمل كاين مشكل السكن. العمل اي واحد عنده مثلا اي حاجه في يده اي حرفه اما يكون اي حاجه بلومبي يكون نجار حلاق المهم اي حاجه في يده ما يكونش كيعرف حتى شي حاجه صباغ اللي كان اي حاجه يجي يخدم بلاصه بواحد السرعه يخدم. باش نعطيو فكره المغرب مثلا في المجال الايكونومي السالير السميك كما كنقولوا ديال المجال السميك هنا ما عندهمش هنا كيخدموا بالساعه تقريبا كيخلصوا الناس بالساعه تقريبا الساعه وسط المينيموم ولا مينيموم هنا تقريبا في الساعه اي يعني مثلا واحد يخدم كلينيك تنظيف ولا هذيك ممكن كيشبا واحد 90 اورو الساعه 8 ونص حتى 9 اورو الساعه. هذا هو المينيموم ويجز. وسمعنا باللي هنا كيتخلصوا بالاسبوع ماشي بالشهر على حسب هذوك الناس اللي خدامين ليبر اللي خدامين مثلا في الكلينينغ اللي خدامين كيخدموا بالدوريات الشيفت اللي كيخدموا مثلا الطرنوز الصباح طرنوز العشيه اللي خدام في الشركات ديال مثلا الميكانيك مثلا الشار مثلا هذوك كيخدموا بالاسبوع ولكن الناس اللي خدامين في الاداره كيتخلصوا بالشهر بالشهر. انا اخي مراد باقي كنتواجدوا في فينيكس بارك مازال في ديك البارك الكبير وكان يعني عاود مره اخرى بارك فوست بارك بارك وهذه واحد الحديقه سميتها فيكتوريان كيتشن جاردن يعني كتواجدوا فيها كما كتشوف هنا الزهور حتى الخضار الحديقه الخضره كيتشن جاردن. اول مره كنشوف داخلين الحديقه ديال الخضره كاين الخضره هنايا اجي تشوفها من الجهه اخرى حقل صغير ديال الخضره وها القوق طاجين القوق اجي قطع من هنايا وبدا تعدل فريشة ما يذوقوناش استنى واحد Oh, thanks very much. Yeah, we'll just wash them later. أنا خايم مولات فريسة ديال إيرلندا. Is it the إيرلندا strawberry? Irish strawberries. Yeah. Thank you. No, that's it. Do you want more, Adam? I would like You're okay? Give him more. He liked it. Delicious. Yeah, very good. Yeah. Thanks very much. Hi. Thanks. شافك واقيلا هنا عجبتك فريسه ديالهم وزاد تبارك الله شحال عطاني يعني بهذا المنظر كتشوف يعني الناس كرماء جدا تقريبا اوروبا الناس اوروبا كاملين حتى المغرب ديالنا حتى هو فيه الناس كرماء حتى واحد القضيه اخرى حتى ان الشعب الايرلندي صراحه ماشي عنصري مقارنه مع الدول الاوروبيه الاخرى علاش؟ لان هما بيدهم في واحد الحقبه كانوا الايرلنديين كاملين كانوا كيخرجوا حتى هما كيهاجروا كيمشيو يخدموا في اماكن اخرى وتا هما عاشوا هذه القضية ديال المهاجرين كيخرجوا ويعني أي واحد إيرلندي هنايا ضروري ما تلقى واحد من العائلة ديالو إما مسافر في كندا وإما أستراليا ولا نيوزيلاند ولا في أمريكا كتلقاهم تما وكيحاسين بالمهاجر لأن كنظن أن هذا هو السبب علاش أنهم ماشي عنصريين مقارنة مع الدول الأخرى. حنا أخي مراد كنتواجدوا الآن في واحد المركز هذا المركز هذا اللي داخل هذا البارك اللي هو عبارة عن بحال متحف صغير كيشرح لك الاماكن الموجوده اللي كاينه في البارك كما تشوف هنا كاين باش تدخلنا يعني عطاتك التيكيت الدخله هاي مع التيكيات و فور فري يعني غراتوي ما كتخلصش شي حاجه فور فري وواحد معلومه اخرى بالنسبه لايرلندا ولا دبلن يعني تقريبا جميع المتاحف ديال الدوله ادميشن فري يعني غراتوي تدخل لهم فابور. وهادشي اللي كتشوف هنايا اخي مراد هما الحيوانات اللي كاينين موجوده في هذا البارك هذا كاين الغزال كاين الحمام كاين البط كاين كاين الارانب هذاك الثعلب والثعلب في ايرلندا وفي دبلن يعني موجود بكثره بالليل تكون مثلا ماشي في الطريق كيخرج لك الثعلب دايس يعني عادي ماشي شي حيوانات خطيره ماشي خطيره ما الثعلب ماشي خطير كيخرج بالليل اغلبيه كنشوفها بالليل مثلا في الطريق انا كيخرج من كيخرج ياكل ولا اللي كتشوفه خارج في الطريق ولا يعني موجود كثير في ايرلندا. حنا كنتواجدوا الان في الطبق العلوي ديال هذا المجسم الصغير وهذو هما اللي هما المعالم اللي كاينين في البارك. هنايا هاد المجسد هذا الصغير يعني كيعتزوا به بزاف الايرلنديين ملي جا عندهم البوب
ديال جون بول بابا ديال جون بول الثاني جا عندهم في 1900 هي مكتوبه هنا 29 سبتمبر 1979 وكان تقريبا حتى واحد العدد كبير تقريبا 1,250,000 هي مكتوبه تما. الدوله ديال ايرلندا هي دوله مختلفه من ناحيه الديانه ديالها على انجلترا. هما الديانه ديالهم كاثوليك ماشي بروتستان، يعني المذهب الكاثوليكي، المذهب الكاثوليكي ماشي المذهب بروتستان كما الانجليز. وهذا هو الكرسي اللي كانوا صنعوه ديال البوب. هذا هو الكرسي اللي كان جلس فيه ملي كان جاوا. هذا الكرسي هذا دابا اخي مراد خصنا نمشيو، عندي موعد في الطبيب ديال الولد ديالي، عندي مع الوحده وخصنا نلتحقوا. انت عارف مواعيد داكشي بالضبط، ما خصكش تعطل، لان تعطلتي صافي. كنشوف يعني بالنسبه للسياقه انا عامل بحال السم ديال الانجليز على السياقه. السياقه على اليمين هنا في ايرلندا بحال اللي تينا تقريبا بحال اللي تينا في انجلترا، يعني نفس السيستم نفس السياقه نفس حتى البنايات نفس البنايات كل شيء نفس اللغه نفس السيستم كل شيء هو تقريبا. يلا بس اطلع. احنا وصلنا يا خيم مراد الطبيب ديال الاطفال هنايا مستشفى الاطفال. هذا ديال الدوله، عندنا غير واحد رونديفو ديال كونترول ديال العينين صافي. ندوزو واحد نص ساعه تقريبا، راه عندنا المواعيد ديالنا كنجيو بالضبط مع الوحده تقريبا. الوحده هذه صافي كتدخل كتقول بانني كتسوم الاسم كتقول لهم انا عندي موعد مع الوحده كيدخلوك ديريكت. بالنسبه للسيستم الصحي كيف عامل هنا في ايرلندا؟ السيستم الصحه شويه مقارنه مع الدول الاوروبيه الاخرى شويه ثقيل، لان مالي انا هنايا كيحاولوا يدفعوا الناس يمشيوا لاسورونس، فهمتي؟ ما كيخلصوا لاسورونس باش الا كان عندك شي مشكل بريفي. يلا سير يلا الشارع هذا سميتو اوكونر ستريت، وهذا المبنى هذا اللي كيتواجد مورانا سميتو جي بي او جنرال بوست اوفيس. من هنايا انطلقت الشراره ديال الثوره ديال ايرلندا من هذا المكان بالضبط باش تاروا على بريطانيا وخذوا الاستقلال ديالهم. هذا المكان هنا، فهذا المكان هنا تقدر تلقى باقي لحد الان متواجدين العلامات ديال القرطاس اللي كانت الاثار هذا القرطاس هذا اللي كاين في هذه الصور. هذا لحد ما كيقولوا بانهم مازال لحد الان العلامات ديال القرطاس اللي كانت ما بين الجيش البريطاني والثوار الايرلنديين. السلام عليكم. السلام عليكم. بخير. لاباس. بخير. بخير. هاني. صحيح. السلام عليكم. برنامج مغربي في الغربة. حبيبك الله يحفظك. مين من المغرب؟ خريبكة. الناس ديال خريبكة. الله يبارك فيك. كاينين بزاف الناس خريبكة هنا كاين. واه شوية هو واحد هنايا. السلام عليكم. الأخ ديالك. المغرب كله كاين هنايا. يعني قول ما كاينش واحد منطقة معينة هي اللي عندها. لا لا المغاربة كاملين تجمعوا هنايا، تلقى المغرب كامل كل مدينة منها جوج ثلاثة أربعة. كيف عاملة الحياة هنايا؟ الحمد لله صافي، حنا ولفنا شوية الحمد لله. حتى من الحلقة مثلا بغيت نحسب. مرحبا بك أنت فابور. ياك الأسمنة مثلا غير باش ندي واحد الفكرة. على حساب كله وكيفاش تبدا من هذا هو البرايس اللي كاين هنا، تتبدا من 10 13 15 بحال مثلا حسان توجه 20. يعني قول اثمنه مناسبه هنا صافي الحمد لله. بالنسبه لواحد اللي بغى يدير مشروع ولا مثلا يشتغل في نفس المجال هذا شنو نقول؟ مزيان نشجعوه. زوين المجال؟ مزيان الحمد لله مزيان. الواحد مثلا مزيانه نقيه موجوده يعني المغاربه اللي في المغرب وقريه الحلاقه مثلا بغاو يجيو يشتغلوا هنا عندهم هي الى جاوا ما كاينش مشكل، الخدمه موجوده غير باش الانسان كيفاش يجي ثاني هي اللي تما فين كاين الاشكال هي اللي صعيبه شويه. دابا حنا اللافته هي معلقه هنايا بحال دابا حنا محتاجين الخدامه يعني دابا حاليا انت محتاجين محتاج هي بالريال محتاج جوج ثلاثه. حنا محتاجين، كاين مشكل ديال الدومين هذا، كاين مشكل ديال الخدامه بزاف يعني ديما محتاجين الخدامه يعني. وكاين واحد النقص يعني في اليد العامله ديال بزاف، خصوصا في هذا الميدان هذا في الدومين هذا ديال الحلاقه كاين يعني بزاف يعني. ماشي غير انا يعني كاع الحلاقه عندهم نفس المشكل يعني كلشي تيتشكى باغيين. حنا ما كرهناش نرجعوا الورك بيرميت باش نوليو نجيبوا الناس من البلاد. حنا اللي عجبنا انا يعني الناس كلشي بحال بحال، كاين الناس ما كاينش اختلاف يعني كلشي بحال بحال يعني هذا المحل تيقدر يجي اي واحد مغربي ايرلندي اسبانيوني ايطالي يعني اي واحد مرحبا به يعني كاينين الناس في البرلمان الناس كذا تيجيو لهذا المحل
يعني كل واحد ببساطه هذا الواحد الناس ببساطه انا وبزاف يعني الناس عاديين كما تقولوا سواسيه كل شيء بحال بحال هنايا فهمت ما كاينش ديك الطبقيه ما كاينش ديك الناس بحال بحال اي واحد مرحبا به وتنسلموا على الناس ديال المغرب خصوصا الناس ديال خريفقه وعلى العائله وعلى الصحاب ديالنا والناس كاملين اللي تيشوفونا ونهار باقي طول معاك خاي مغربي في الغربة احنا جابا جينا هنايا عندي ندرب عندي جوج الافواج كندربهم ديال التايكوندو انا كندرب الفريق المنتخب ديال ايرلندا المنتخب الوطني ديال التايكوندو انا واحد من المدربين اللي كندرب المنتخب الوطني ديال ايرلندا التايكوندو تعلمته في الصغر ديالي انا من الصغر ديالي كنت صليب كنخرج من الزنقة ونسمح في القراية كنت كنخرج من الزنقة ونجري وكذا الوالدين ديالي ملي شافوني هكذا قالوا الحل واحد هو ندخل كان واحد النادي ديال تايكوندو قريب لنا قالوا بأن الحل الواحد ديال هاد الولد هذا اللي ما بقى كيخرج من الزنقة وهذاك هو الحل الواحد هو ندخله في هذا الكلوب ديال تايكوندو كنت تقريبا مستوى الثالث كنت 10 سنين 11 سنة باقي صغير وديك الساعة بحال اللي كنقولوا الشوكة ضربوا لي الشوكة وبقيت ديك الساعة في التايكوندو والحمد لله وصلنا مستوى عالي في طنجة ومن بعد ملي رحلت من ايرلندا جيت وشافوا المستوى ديالي دخل ملي رحلت من هنايا قلبت على النوادي ديال النادي ديال التايكوندو لقيت صوت دار التايكوندو اللي زعما صراحه رحبوا بيا وشافوا المستوى ديالي وفتحوا لي الابواب ديالهم ورجعت واحد المدربين ديال الفريق ومع الوقت زيد ترقيت في الحزام الاسود جبت الحزام الاسود الثاني والدرجه الثالثه هذا هو الاسم ديال النادي صوت دار التايكوندو هاي بيرفورمانس مارشال ارتس اند فيتنس سنتر Go kick. Seven. Relax. Go. Crescent kick. Crescent kick. Up to the head. That's it. Come on, be fast. That's it. Shout. And battle. Stop. Shake hands. Change. This time. Bye. We have a happy floor back. احنا الان كنتواجدوا في هذه المنطقه هذه ديال دبلن ماونتنز في جبال ديال مدينه دبلن كتبعد تقريبا 20 دقيقه على السيتي احنا مازال قراب على السنتر ديال المدينه مازال قراب من هذا كما كتشوف هذه المنطقه هذه فيها مشهد بانوراميك كتطلع على المدينه ديال دبلن وعلى الساحل ديالها وعلى شبه جزيره هوت والصراحه اللي بغى يشوف البلد ديال ايرلندا الصراحه خصو يخرج على مدينه لان المدينه كتبقى مدينه كما جميع المدن العمارات ديالها وكلشي ولكن السحر والجمال ديال ايرلندا هو تخرج على مدينه وتمشي تشوف الطبيعه وتمشي تشوف المناطق الخضراء كما هنايا وتشوف الابقار والخرفان وتشوف وتشوف الطبيعه الصراحه لان الخضوريه بحال هكذا في هذه الدوله هذه كتبقى عام كامل يا رغم الصيف رغم في اي وقت جيتي بلاد سبحان الله دائما خضراء اللي هي كيسميوها هي جرينلاند كيسميوها ايريش ذا جرين غادي نطلعوا الراس ديال ديك النقطه هذيك باش يكون عندنا واحد المنظر بانوراميك على هذه المدينه الصغيره اللي سميتها براي اللي قريبه جدا قريبه من دبلن وعندها الساحل ديالها يعني شاطئي يعني جميل مقارنه مع دبلن وكتعطيك واحد الاحساس سخت ملي كتكون الشمس بحال هيدا كتعطيك واحد الاحساس انك بحال اللي في جنوب اسبانيا يلا نطلع عندك راه ما تقدرش تعرف الجو هذا ديال ايرلندا كيقول لك اربع الفصول في نهار واحد يعني الشمس ما تثقش فيها دابا شويه انا دائما عندي جاكيت ديالي دائما عندي في الكفر لان ما تقدرش تعرفش اللي كاين تقدر تكون التيشيرت تحشى شويه الوغ لبس عليك وزيد يلا
خير وصلنا، ولكن صراحة الطلعة صعيبة شوية، واخا ما كاينش مدة طويلة، ولكن العقبات واقفة واقفة واقفة. Give me high five. Well done. Good job. المهم ولكن على هذا المنظر هذا كنظن انها تستحق. ها الواحد جا من ايرلندا، الواحد يجي يشوف هذه المنطقة. هذه اسمها المنطقة هذه براي. خاي مراد جبناك من هنايا تشوف هذا المكان هذا ديال الجولف. يعني واحد الرياضه من الرياضات المفضله هنا في ايرلندا اللي ايرلنديه صراحه عشاق لهذا الرياضه هذه. و بسبب الطبيعه والجو ديالها والخضوريه كيجيو من هنايا الايرلنديين كيلعبوا الجولف، وهي زعما الرياضه ماشي زعما رياضه الاغنياء كما كيقولوا، ولكن هي رياضة متاحة لأي واحد. مثلا أنا جيت أنت مثلا أي واحد يقدر يجي. بالنسبة للغولف كلوبس اللي كاين في أيرلندا، الملاعب ديال الغولف يعني كثير، هي بالنسبة للمنطقة هذه كنا مازلنا طلعنا شي 4 أو 5 غير هي على الطريق. يعني كاينين أماكن مساحات الخضراء موجودة بزاف. بما أنك أول مرة جيتي لهنايا وكنا كنهضروا أنا وياك، ما عمري ما لعبتي غولف. هاد المره نعملوا شي حاجه جديده في البرنامج ديالك، انك تجرب شي حاجه ما عمرك ما جربتيها. واجي مرحبا بك نوريك كيفاش على الضرب وتجرب هاد اللعبه هذه. بس حاول تثني رجلك شويه، لا خلي اليدين خلي المرفق ديالك الغمره ديالك مطلوقه نيشا، ما تحاولش تثنيها هكذا. شوف الكره شتي الغمره واخا مزيان واخا والبوراس كتشوف كيطلع اوتوماتيك. يعني اوتوماتيك هزين كما كتشوف بلاتي. يلا حاول، قلت لك ماشي سهله. اذا خويا انس كنشكرك بزاف انك شاركتنا اجواء الغربه وشاركتنا سالتنا هنا يدينا عرفتنا على المناطق. الله الراس والعين، مرحبا بك في اي وقت وفي اي ساعه، راك عزيز وغالي كما كتعرف. نتلاقاو ان شاء الله في شي منطقه. يلا الله يعاون. السلام عليكم.